السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده يا جماعه انا هعمل مقلب جامد في جنه، لان جنه عملت مقلب معايا في توته وعملنا مقلب في احمد. فالنهارده بقى حابين ننتقم من جنه انا وتوته، فهنعمل فيها مقلب. المقلب هيكون عباره عن ان انا قلت لها انا داخله اعمل كيكه، وهي بتلعب بره دلوقتي تحت، نزلت تحت تلعب في الجنينه مع احمد. هجيبها لكم وهي بتلعب دلوقتي. فانا هعمل كيكه وهحط لها في الكيكه بدل السكر ملح. انا مش هحط ملح كتير، انا هحط يعني مثلا معلقه ملح كده في الكيكه بتاعتها. انا هعمل كيكتين، واحده بالملح واحده بالسكر، بس انا مش هحط سكر، مش هحط ملح كتير، يعني هحط معلقه بحيث ان ايه تبقى مديه مسكر على حادق، يعني مش حادق قوي ولا مسكره قوي. وهعمل المقلب ده. وكان تعالوا معايا بقى نشوف المقلب وهوريكم جنة قاعده بتعمل ايه. بس قبل ما نبدا، اللي مش مشترك في القناه ينزل بسرعه يشترك في القناه ويفعل الجرس واعملوا لنا لايك بقى من السوشيال. اهو يا جماعه، جنة تحت في الجنينه هي واحمد بيلعبوا. كان الجو ليل بقى قبل ما عملت الكيكه دي، ساعه المغربيه لسه. احمد هما مش واخدين بالهم ان انا بصورهم، بس احمد هياخد باله دلوقتي ان انا بصوره. اهي جنه بتحب تلعب تحت مع احمد، بعض اقولها انت كبيره على الالعاب دي، بس هي بصراحه بتحب تلعب عليه. وبينا يا جماعه هنعمل مقادير الكيكه، هقولها لكم بسرعه: 3 بيضات وكوبايه لبن وكوبايه سكر ونص كوبايه زيت، وبحط معاهم معلقه خل وزبادي، والزبادي بتخليها طريه جدا وهشه وتخلي الكيكه جميله. اي كيكه او اي تورتايه لازم احط في قلبها الزبادي عشان بتخليها طريه وهشه. وهنا بحط البودر على الدقيق. ضربنا طبعا كل المقادير مع بعض في الخلاط، والدقيق مجهزه. هنا بقى جه دور الملح. ملح اهو، بصوا كيس جديد هفتحه قدامكم واخد منه معلقه ملح. انا طبعا خدت نص المقدار وحطيته في بوله كده، ونص المقدار التاني هحط عليه ملح اهو. حطيت معلقه ملح، دي بقى الكيكه اللي جنة هتاكل منها بقى. حطيته على المقدار في الخلاط، لان انا عامله مقدارين، يعني عامله كيكتين ومضاعفه اللي هي المقادير اللي قلت لكم عليها دلوقتي. يعني عامله 6 بيضات وعامله كوبايتين لبن وكوبايه كامله زيت وكوبايتين سكر، وضعفت المقادير. انا فضيت نص المقادير في البوله اللي موجوده الحمراء دي، والنص التاني حطيته هنا. وهنا يا جماعه كان عندي بطاطا فغسلتها كده بسرعه، وهحطها في الفرن مع الكيكه عشان تطيب معاها. يا جماعه الكيكه دي اللي فيها ملح، والكيكه التانية هوريها لكم دلوقتي، هطلعها اهي. اهي يا جماعه، دي الكيكه الصغيره اللي انا عاملاها الجنه، فيها ملح، بس هي هتبرد عشان هي سخنه، هسيبها لما تبرد بقى واقدمها للجنه. يا جماعه انا خرجت الكيكه من الفرن، فعملت اهي دي صينيه، دي ما فيهاش ملح طبعا، ودي الصينيه الثانيه دي اللي فيها ملح على فكره، اللي هاكل جنه منها، بس انا هخبي دي عشان احمد وتوتا هياكلوا منها وهيقولوا ان هي حلوه وطعمها جميل، بس دي اللي فيها ملح بقى وهخبي الثانيه. وعملت لهم بقى البطاطا اهي طوبت، اهي طوبت، انا بحبها كده تكون طيبه قوي. وكنت عامله كيكه برضو صغنونه اللي هي دي. يلا بقى نروح نعمل مقلب في جنه قاعده في اوضتها جوه. هدخل الحاجات دي واعمل فيها المقلب وهاكلها من التورتايه اللي فيها ملح. خليكم معايا. فانا هعمل خلعه دلوقتي، تعالوا بصوا. انا قطعت حته من هنا اهو بالسكينه، فهجيب الكيكه دي كده وهقيس عليها بالظبط، احطها هنا دي بملح، وهقطع على قدها بالظبط اهو اهي. دي اللي بملح، دي اللي بملح اهي. وقطعت ثواني دقيقة واحدة، بسم الله، دي اهي استقلت من ناحية بقى، احطها بدلها اهو، احطها هنا. حاسه دي مش مظبوطه صح؟ اعمل ايه بقى دلوقتي؟
سيب خطوط الماء. انا عايزه بس تبان ان هي طبيعيه اهي. بس هقول لك انا دقت الحته دي او اي حاجه يعني مظبوطه، حاجه بسيطه صح اهي. هخبي دي دلوقتي، هخبيها في الفرن وهطلع الكيكه دي الجنه اهي، وهقطعها قدامها اكننا كلنا هناكل منها، وهقول ان هي طعمها جميل يعني ما فيش اي حاجه. تعالوا دلوقتي نشوف المقلب هيتعمل ازاي. لكم بقى الحاجات الحلوه هي جن، المفاجاه اللي انا عاملاها لكم. ازيك يا توت؟ عملت لكم حاجه حلوه اهي، عملت لكم تورتايه وعملت لكم بطاطا. استني بقى عشان ادوقكم التورته، مش تورتايه يا ربي، دي كيكه. هدوقها لك بقى وتقولي لي ايه رايك يا جن. ماشي ماشي، يلا مقطعهولك. دي بتاعت خد احمد، اديالي واحدة خد. انا هطلع من خلال شوطة. تعالي امسك، يلا روح اقعد. ايوه هنا، اتفضل الشوكة بتاعتك. انا مش عايز شوكة. لا خد يا توت الحته دي، جبنا البديل مش هديك منها، انا هديك. خدي يا توتة، خدي استنى هديك انا بقى من دي، عشان دي بصي متقطعه ازاي. ماشي هديك من دي، بس ادوي بقى، انا عارفه انت بتحبي الطرف اهو، وتقولي لي ايه رايك. ماشي ماشي، هاتي هاتي شرايح ولا سيبيها؟ لا سيبيها. تعالي شرايح سيبيها. خلاص اتفضلي، الشوكه بتاعتك اهي. هاخد رايكم بقى. توتا ايه رايك في الكيك؟ حلو. توتا خلصت بتاعتها اهي، حلوه طعمها جميل. قولي الحقيقه، انا هاخد رايكم، انا بصور عشان اخد رايكم في الكيكه، اصل انا صورت طريقه عملها فهي حلوه. حلو. وانت جنى لسه ما دقتش الكيكه. احمد الكيكه حلوه؟ اه طعمها جميل. كله قال طعمها جميل، شوف راي جنى بقى. دوق يا جنى، امسكي الطبق في ايدك. ها قولي رايك بصراحه. لسه ما دقتش. ماشي كلي كمليها. طيب كله قال حلوه. ايه ايه يا جن، بتحسي اكنه محطوط في قلبها ملح؟ لا مش فاهمه ملح ده جميل. اشمعنى انت اللي حاسه بكده؟ توته انت مش كان طعمها حلو؟ حلو. ده توته خلاص بتاعي. بصي طبق توته اهو، خلصت الطبق كله. وانت يا احمد لسه طعمها حلو، واحمد بياكل منه. اشمعنى انت بقى؟ طب دوقي من دوقي حته تانية، سيبك من الحته اللي انت دقتها دي، دوقي حته تانية. هدوق لا لا من هنا، دوقي من الجنب التاني من هنا. ها انا قطعها كلها قدامك اهو، اشمعنى يعني؟ توت خلصت بتاعتها. ها بالراحه بالراحه. ايه يا جن؟ مش حلوه. مش حلوه ليه؟ طب ملح على سكر. ملح على سكر. طب استني هديكي كمان حته غير دي. بس يا جماعه مش دي اللي عليها ملح؟ خلاص انا اللي هيبقى ده طبق توته هيتكلم تاني، هقطع لك حته تانيه. طب انت مش قادره تديني دي؟ ده دي مفتفته، ده عادي دي. اتاكل مفتفته؟ لا ده عامله ازاي؟ لا بلاش من دي، مش حلوه دي. ايوه هديكي من دي. اي خدي يا ستي، يلا خدي طعمها حلو. طب انا هدوقها. طب هاتي الشوكه، الشوكه بتاعتي اهو، طعمها جميل. هاتي. لا كلي من دي، طعمها جميل. لا عايزه تاكلي من دي. اهو لا كلي من دي. اكل من دي؟ ايوه هاتي يا ستي اهو. طعمها جميل، طعمها جميل، مفيش أي حاجة. طعمها حلو؟ اهو ايه كلنا اكلنا منه طعمها حلو. طب دوق البطاطا يا حبيبي. بصي يا جنة هقولك الحقيقة، ده كان مقلب فيكي. بصي لي هنا، ده كان مقلب. بصي شيلي الطبق بتاعك كده، عشان كده مش قادرة تخليني ادوق من دي. طب دوقيها كده، دوقي التانية.
دوق التانية بقى اللي احنا عاملينها التانية دي. امسك الطبق. حلوة؟ ايه رأيك اللي بالملح الاحلى ولا اللي بالسكر؟ اصلا احنا انا وتوتا كنا متفقين مع بعض، وتوتا كانت بتصور معايا وحطينا لك في الكيكاية بتاعتك دي ملح، وعاملين كيكاية تانية بس مخبيين، انا مخبيها في البوتاجاز من تحت. ماشي؟ لا طب هما اكلوا الحته الاولانيه ما كانش دي مش بتاعتها اصلا، دي بتاع الكيكايه الثانيه، وانت هتشوفي في الفيديو دلوقتي ان احنا قطعنا على نفس المقاس وحطيتها هنا في الكيكايه دي، بس هي من كيكايه ثانيه. يا جماعه على الفيديو ماشي، واحنا توتا كانت عارفه ان انا عامله فيك المقلب ده. استني استني على الفيديو يا جماعه. بصي ثواني يا احمد بس دي واحده. هتقول ايه؟ ماشي انت اللي حلو والله. طيب خلاص خلاص خلاص، دي بالسكر، دي بالملح، بالملح بالملح. ها طعمها حلوه. لا دي اصلا بالسكر يا عبيط، دي مش بالملح. اه دي بالسكر. خلي بس 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 عايزه اقول حاجه بس. المهم ان احنا انتقمنا منك يا جنة عشان انت عملتي في جنة في توتا مقلب وخليتها تعيط، وعملتي برضه في احمد مقلب، فاحنا عملنا فيكي بقى مقلب زي ما انت عملتي فيه. في اخر الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديده. لسه يا جماعه استني ايه عايز تقول ايه؟ انا هاكل بطاطا دلوقتي. كل بطاطا، كل يا عم بطاطا. البطاطا طعمها مسكر، انا دقتها في المطبخ طعمها جميل.